التطوع عمل إنساني نبيل يقوم به المتطوع طواعية وبشكل اختياري، وهذا العمل له قيمة وأهمية في المجتمع، بحيث يكون المتطوع هو الشخص المحبوب والمفيد في مجتمعه بشكل عام. فالتطوع عمل حث عليه الإسلام قبل 1400 عاماً، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وصور العمل التطوعي كثيرة، منها مساعدة كبار السن والأطفال، إطعام الفقراء والمساكين، الرفق بالحيوانات، وتنظيف الأماكن العامة والمحافظة عليها. وقد شجعت حكومتنا الرشيدة هذا السلوك من خلال إطلاق منصات العمل التطوعي. المنصة الوطنية للعمل التطوعي منصة التطوع الصحي،